لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نادي سموحة بينهي التعاقد مع مومو نيجوي لاعب فيتا كلوب الكونغولي. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن سيف؟ ازي حضرتك؟ يسعد سيادتك. والله كله تمام الحمد لله، الف مبروك. الله يبارك في سيادتك. الله يبارك في سيادتك. ممكن حضرتك تقول لنا بقى تفاصيل التعاقد؟ هو صفقة انتقال حر 3.5 سنين. تمام. ده حضرتك كان عينك عليه بقاله، يعني حضرتك بتخلص فيه بقاله فتره، لان حضرتك من فتره قلت لي احنا مركزين على اكتر من لاعب خارج مصر. طبعا احنا بقالنا حوالي 3 شهور تواصل معاه يعني، وطبعا الاول كان المعلن ان هو لسه عقده مستمر، لكن احنا مع طول المحادثات والكلام اتضح ان هو يعني عقده انتهى، واحنا كنا وقعنا معاه وهو جه مصر وكل اوراقه وكل شيء يعني تمام، وخد الدفعه المقدمه، لكن هو انتقال حر. طبعا حضرتك الامور الماديه ما بتتكلمش فيها، لان حضرتك بتجيبهم توضبهم وبعد كده تاخد فيهم 20-30 مليون جنيه، ودي شطاره. بس ده لعيب كبير، ده لعيب كبير، هو اصلا يساوي اكتر من 20 و30 قبل ما يجي. لا انا مش بقول على ده، انا بقول بصفه عامه يعني ده لعيب كبير يعني. هو بس انا ديريك برضو لعيب كبير قوي، بس للاسف لغايه النهارده يمكن ما لعبش معانا ماتشين 3 في الدوري وكل شويه يصاب. لكن احنا ان شاء الله بنتعشى بخير، وبقى ربنا يكفي شر الاصابه وربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله. حظنا عندنا اصابات كتيره للاسف ان شاء الله. فندم هل ان شاء الله. هل فندم عندنا لاعب تاني برضو على نفس المستوى يعني؟ كنت لسه هسال. لا في حد تاني في الطريق؟ على نفس المستوى، بس هنعلن عنه لما يخلص خالص ان شاء الله. لما يخلص في حضرتك كلام على حد في الدوري المصري من غير تفاصيل او من غير اسمه؟ لا ما عندناش حد في الدوري المصري، ما فيش. مع طبعا تصريح اكيد سموحه ان سموحه مش هيفرط في اي لاعب عنده المرحله القادمه. لا هو في بس مانجا، هو جايز مانجا هو اللي ينتقل يعني، هو بيقترب يعني من لفين يا فندم؟ النادي القاهري. نادي قاهري فأني حتة في القاهرة بالظبط؟ عنوانه مع حضرتك؟ القاهرة كبيرة. لا هو نادي قاهري، هم طلبوا عدم الإفصاح عن ذلك، وإن شاء الله يعني أعتقد إن بكرة ينتهي الموضوع يعني. إن شاء الله يا فندم ينتهي اتفضل. إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله كمان كل التوفيق لسموحة الفترة اللي جاية. يا رب يا رب يا رب. إن شاء الله. بشكرك يا فندم وبالتوفيق دايما. عفوا عفوا. بشكرك شكرا جزيلا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة. وطبعا يعني مهم جدا ان الأندية تعمل دعم كبير سواء من جوه الدوري المصري او من خارج الدوري المصري. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.